جبنا كلها. مرحبا يا أهل الجمهور، رجعنا لكم بفيديو جديد. نعتذر تأخرنا حتى نصور هيدا الفيديو لأنه كنا كتير مشغولين بتحضير فيديو الكليب الجديد يلي رح ينزل بعد هالفيديو، وكمان كنا عم نحضر سكتشات. ويلا معنا لمشتريات المدرسة. هلا رح خليكم مع زينب لأنه هي رح تبلش. وهون مثل ما شايفين رتبت المكتبة لأنه لما ارجع من المدرسة هون بدرس. وكمان مثل ما شايفين هون رتبت كتبي، وحسب كل مادة عنا اياها بالصف برتب الشنطة. وهون كمان عندي قلم للبيت وكتب للقراءة. مثل ما بتعرفوا أنا بحب كثير 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 اقرا، واثنين منهم للمدرسة. وكمان عندي اجنده مرسوم عليها بس كثير كثير كيوت. مثل ما بتعرفوا انا بحب كثير البسات زيكم. ولكم من جوا كيف حلو زيكم. واهم شيء الشنطه جبتها بلون الاسود عشان ما تتوسخ دغري. وراح فرجيكم شو في جوا. طبعا عندي مقلمتين. هلا فرجيكم شو في جوا. جبت اشياء عادية جدا، وهيدا قلم حبر بنمحي، مش اش رح اكتب بالقلم ده بس رح محي هيكم. زينب وهلا بنمحي. وهذي على طول بجيب منهم. جبت اثنين واللي ما بيعرف هيدي برا هي حلوة كثير عجبتني. وهلا بننتقل على الدفاتر. يلا معي. طبعا مثل ما شايفين في منهم ناقصين لانه كل الاساتذه بعد لسه ما اجوا. انه نحن اول يوم مدرسه ما بنجيب كل شيء معنا، بنجيب دفتر والاساسيات، يعني بنجيب قلم ومحل هيك وننطر بعدين حسب الماده. الاساتذه بيجوا بيقولوا لنا اي دفتر لازم نجيب، عشان هيك جبنا كلها. للاسف الدفاتر كلها وقعوا على الارض. هيون هذا الدفاتر انا وزينب رح نتقاسموا لبعضنا. فاول يوم كان عندي عربي ساين ومات. بس بدي فرجيكم بالمات شو الشيء اللي صار زي كيف بدي اقول فرج دقات ما بعرف. بس فعلا رسمتها على اول صفحه عشان اعرف هيدا المات، والساين بعدين بعمل وبس هيك. وهلا بننتقل عند حسين. بما انه زينب فهمتكم كل شيء عم تكتب المكتب فانا ما راح اطول كثير عليكم. مثل ما شفتوا انا عملت مثل زينب، هون حطيت كل الكتب وهون بتحط كل الاقلام بستعملهم بالبيت. هذه بعدين بفرجيكم شو في جوا. فهذا دفاتر اول يوم مدرسة جبتهم لانه الاساتذة قالوا لنا شو لازم نجيب شو ماتيان للماتيان للمادة للمادة. وهيك خلصنا. يلا باي. لا كنت عم بمزح معكم. يلا نكمل. هلا رح فرجيكم الشنطة حلوة. وهلا خلصنا من الشنطة وهلا خلونا ننتقل هون. خلينا نفرجيكم شو في جوا. ما في داعي من المقلمة لأنه أنا وزينب تقريبا نفس الشيء، فرح فرجيكم إياه من هيك.